ايه نوع الضغوط اللي كان بيتعرض ليها احمد رفعت اللي هو صرح بيها في احدى اللقاءات التلفزيونيه قبل وفاته بايام؟ بص احنا عارفين يا استاذ امير ان البني ادمين انواع، يعني ممكن واحد يتحمل مفهوم ضغط مفهوم معين. مفهوم مفهوم احمد ده انسان طيب جدا. نقي وانت عارفه اكيد، يعني بني ادم بصراحه ما شفتش زيه كتير في نظافته وسموه واخلاقه، ده ودي شهاده امام الله. اوكي، فهو كان كل حاجه بياخدها على اعصابه، عايز تقول كده؟ ده عايز اقول لك هو كان من النوع، لا كان عنده حته اشرحها لحضرتك، اتفضل. واثق في كل الناس، واثق في كل الناس. يعني احمد كان في مكالمته معايا يقول لي انا مش مصدق ان هم يسيبوني، مش مصدق ان هم يسيبوني احل مشكلتي في الامارات، مش مصدق ان هم يسيبوني وما اقفوش مين معايا. هم انه مين هم مين هم هو اصلا؟ بيتكلم، كان بيتكلم وانا قلت الكلام ده، كان بيتكلم على وكيل اللاعبين، وكيله يعني، كان بس وكيل كان قريب منه، كان بيتواصل معاه يعني كابتن نادر، كان بيتواصل معاه وكان بيقول له الكابتن نادر انا بحاول، يعني بحاول ابذل ما استطيع يعني، وبكلم النائب احمد دياب باعتباره كان رئيس شركه الكوره ساعتها في موديل، والنائب احمد دياب بيحاول يحل المشكله. فين يا استاذ امير؟ ان في الوقت ده كان الموضوع احيل للقضاء العسكري، فمش هتقدر تتدخل، انت عارف طبعا ما حدش يقدر يتدخل طالما في قضاء خلاص. مفهوم فحتى طبعا. النائب احمد دياب، ما قدرش يتدخل عشان بس نحط الامور في نصابها. اوكي، ما انا هسالك في اكتر من شق دلوقتي، لكن اتفضل. بالتحديد فيما يتعلق بيه، ان احمد قال لك ان نادر او وكيله يعني ما كانش متخيل ان هو يسيبه، هل انت كده تقصد ان نادر شوقي ما وقفش جنب احمد رفعت في الازمه دي؟ هو كل انسان حسب امكانياته، هو كوكيل لاعبين في قضيه محاله للقضاء العسكري وغاب جاي لك من الجيش، تعالى هو وكيل اللاعب هيعمل ايه؟ فبس احمد بيتشبث، انت كنت بتسالني عن نفسيه احمد، بيتشبث زي ما كان بيتشبث هنعمل ايه يا استاذ محمد في الجلسه، يا رب القاضي يكون مش عارف ايه، يا رب يكونوا كويسين معاه، كان بيتشبث في الناس، عارف اللي يعني زي ما بقول بالبلدي الله يرحمه محسن ايه، عارف الغرقان وبيتعلق بقشايه، بيتعلق باي حد، امير لو كلمه قال له فاهم هساعدك يا فاهم. ريت. فهو كان يعني الولد طيب لدرجه بيتعلق باي كلمه، فكانش مصدق انه رايح يحترف ونجم كبير ومنتخب مصر وفجاه يلاقي نفسه بيتحكم محاكمه عسكريه، امر صعب جدا عليه، صعب جدا. استاذ محمد، طب انا عايز اسالك سؤال واضح ومباشر، هل حضرتك اتهمت عبد الظاهر السقا بالفعل من شويه في احدى المداخلات ان هو من ضمن الاشخاص اللي احمد صدم فيهم، او الشخص الثاني اللي كان احمد يقصده في تصريحاته قبل ما يتوفى؟ شوف انا سئلت في مع احد الاعلاميين الزملاء عن اللي قاله لي احمد، عشان الكلام حلو، ما هو التفاصيل ده كلام مهم قوي، ايه بقى اللي قاله احمد؟ اللي قاله لي احمد زي ما حكيت لك كده، لما كان بيقول لي تحديدا انه انا كنت متخيل ان ناس كتير تساعدني، ناس كتير. احمد على فكره كان بيتكلم وكان اللي قال عليه ساعده، زي ما قال الدكتور وليد ده بيساعدني قال عليه، اللي ما قالش قال إن قال احد المسؤولين كان بيكلمني انا في انه كان يعشم في ان النائب احمد دياب وهو احد المسؤولين الكبار ان هو يحل له الازمه، ادي الجزء الاولاني تمام، باعتباره احد المسؤولين، هو ده اللي كان بيقول عليه احمد احد المسؤولين احد المسؤولين، هو كان قصده على النائب احمد دياب. بالظبط، باعتباره اوكي انه راجل نائب في مجلس النواب وكذا ومجلس الشيوخ اوكي وكذا، اوكي راجل مسؤول بحكم وضعيته ومنصبه مش كده وكل هذه الامور. مش كده، وفي النادي وفي البتاع، وراجل محل ثقه وراجل واحمد قال لي كده على فكره، قال ماشي، لي انا راجل نائب، وقال لي هو اللي يقصده ومن العشم. من العشر. النقطة الثانية، كان اللي بيكلمني على الكابتن عبد الظاهر السقا على اعتبار انه الكابتن عبد الظاهر السقا كان مدير الكرة في الوقت ده، وكان معاه في الرحلة اللي هي كانت متجهة إلى فيوتشر اللي هي بتاعت الكونفدرالية، وكان مدير رياضي في الوقت ده، وأنت عارف حضرتك وراجل ليك في الرياضة وليك في الإعلام من فترة، وعارف إن مدير الكرة هو أساس الأوراق والمساندات وحركة المساندات بتاعت أكيد اللعيبة أكيد. والسفر والجوازات والأختام، مش كده ولا إيه؟ عشان اصل انا فوجئت بان الكابتن عبد الظاهر بينفي هذا الكلام. لا، ما انا لسه كنت هسألك السؤال ده، لان هو دلوقتي بيكذب الكلام اللي حضرتك قلته يا استاذ محمد، لما قال لك او فيما يتعلق بالتحديد بعلاقة عبد الظاهر السقا باحمد رفعت الله يرحمه، وقال ان العلاقة اصلا الكلام اللي اتقال على لسان الاستاذ محمد رشوان كلام غير حقيقي، وان العلاقة اصلا كانت اكثر من رائعة، وان طب كان هو احمد بيحب. انا بس انا اتفضل اسف هقطع سعادتك، اتفضل حلوه كلمه واحده بس، وانا اتفضل. قلتها له على الهوا، وانا قلت ان احمد بيكرهه، انتوا ليه يا جماعه واخدين الموضوع، الناس واخده يعني في الاعلام كله منه كابتن، يعني الرد كله بيقول لك ايه، انا كانت علاقتي بيه طيبه، على فكره كانت علاقتي بيه طيبه جدا، ما هو ده العشم، ما هو ده سبب العشم، هو انا